الراديو 90-90 هواها مصر. شوف التفاهة يا أخي، رايحين ينتجوا 30 مسلسل بحبر 3 مليون دولار والبلد رايحة في داهية، مش خسارة الفلوس اللي بتتصرف على المسلسلات كل سنة دي؟ بزمة يعني الفلوس اللي اتصرفت على المسلسلات السنة دي تبني كام مستشفى وتصلح كام مدرسة وتربي كام يتيم وتستر كام بنت يتيمة وتبني كام كومباوند بتلات جناين فوق بعض وتجيب كام بوكيمون لواحد تخين ما بيتحركش من مكانه؟ لا 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 لا، خلاص احنا هنقطع المسلسلات السنة دي ومش هنتفرج، وحنخرب بيوتهم وحنخليهم يشحتوا. ضحكات شريرة متقطعة. يغطي ده ملخص مجموعة البوستات اللي بتنزل سنويا في موسم الدراما الرمضانية، حبة ينزلوا قبل رمضان وحبة ينزلوا في النص وحبة قرب آخر الشهر، وانا بجيبه من بيتنا ما عندكم، خشوا شوفوهم والنعمة زي ما بقول لكم كده. طب بصوا، خلينا عمليين، انا واحدة بتاعت ميديا وحديكوا تجربة عملية بلاها مسلسلات. قفل يا ابني عندك انت وبيتك بيتك، يلا يلا يلا، مش عاملين مسلسلات من هنا، يلا يلا يا ابني انت وهو كل واحد عند بيتهم، يلا هنرش مية وهنجيب دولافة وهنقعد على تلاه. مبسوط حضرتك كده؟ طب العاملة دي يا سيدي قفلت بيوت ما يقرب من 500 عيلة. 500، وده على الأقل كمان. وبالمناسبة أنا بتكلم عن مسلسل واحد، 500 في مسلسل واحد، اضرب بقى في عدد المسلسلات. ما الفاكر ايه يعني هارسوح؟ لا تكون فاكر المسلسل عبارة عن 20-30 ممثل والمخرج والكاتب والسلام عليكم وعليكم السلام. يا عم ما تقرأ البتاع الأخراني اللي بينزل ده يقعد نص ساعة أسامي أسامي أسامي. أقل مسلسل يا ولدي ما بيخطيش عتبته أقل من 500 نفر، وده على فكرة بقى المسلسل الملموم اللي على القد، حاجة كده النفر فيها بنا ومقاول، يعني مش المسلسل الواو يعني. الخمسمائة نفر دول بخمسمائة عيلة، وشوف العيلة بقى كام نفر وكام حنك مفتوح. يلا مش مشكلة، يشوفوا لهم صنعة تانية. مش اتأدب بقى، اللي يتشرد يتشرد، واللي يسرح بفوتة صفرة في الإشارات يسرح، واللي يثبت حضرتك في الشارع وياخد اللي في جيبك مش مشكلة يعني، هيرزقوا يعني، ما تضايقهاش بقى. أمال لما ينقطع عيشهم هيعملوا إيه؟ هيسموا عليك أظن. وبما إن مفيش إنتاج يبقى مفيش إعلانات، ويبقى في استيراد لمسلسلات أجنبية سواء خليجي أو سوري أو لبناني أو مكسيكي أو تركي أو حتى من بلاد تركب الأفيال. ما انت بتنبسط واتبعها يا حبيبي، انت هتقعد بقى تمثل علينا زي ما بقول لك كده. وتمن المسلسلات دي بدل ما يدخل جيب شركة الإنتاج والموظف والعامل المصري يروح للمنتج الأجنبي. الدعاية والإعلانات بقى بدل ما تتباع على حس المنتج المصري تتوزع على حس المنتج الأجنبي برضو. الحمد لله نبقى خسرنا الجلد والسقط يعني. النبي أخويا يا حلو انت يا عنترية بتاع المقاطعة، خدتش بالك أبدا من كلمة إنتاج مسلسل؟ كلمة إنتاج دي ما خرمتش ودن الأبعد. إنتاج يعني منتج، يعني صناعة، يعني بضاعة مصرية الصنع. عملية إنتاج كاملة شغلت صناع وصنايعية، بضاعة مصرية مطلوبة من المحيط للخليج، لا بتاخد دعم من دولة وبتدفع دم قلبها ضريبة، بننتجها بقرش وبنبيعها احنا ورزقنا بقرش بقرش ونص بقرشين، دخل ليك وليا وللبلد يا حاج. بضاعة تفرحك المفروض يعني، لأنها منتج من منتجات بلدك، ومنتج مطلوب ومضمون وبيتصدر 100%، مفيش منه راجع حضرتك، وتسويقه مضمون وناجح. تكره تشوف إنتاج بلدك ناجح ومكسر الدنيا وبيتباع وبيدفع فيه عملة صعبة وسهلة؟ تكره تشوف مجال شغال فيه ولاد بلدك وبيقبضوا وبيفتحوا بيوت، وبالتالي ينعكس ده على شغلك وتجارتك وصناعتك انت كمان؟ ده احنا بنتنشأ يا جدع على منتج واحد ينجح ويتسوق ويجيب اعلانات ويعمل ضجة ويسوق على حسه منتجين ثلاثة كمان. انت بجد ولا بتهزر؟ انت ابن مين ياض انت ياض؟